ممكن يبقى في اختلاف في الرأي، ولكن عندما تتصاعد الأمور إلى العنف فتأكدي أن هناك أيدي خفية وراء هذا، وده الأساس. لأنه حتى شعب هونغ كونغ ما هوش، والشعب الصيني بطبيعته ما هوش شعب عدواني. هونغ كونغ يبغى الاستقرار، تمام؟ لكن أنا بشوف أن دي محاولة لعرقلة التنمية، محاولة لعرقلة النمو والتصاعد الصيني، ثم عرقلة التواجد الصيني على الساحة الدولية ممثلة في مبادرة الحزام الطريق، الصلابة الصينية والاستمرار على نهجها بعدم خرق سيادة الدولة الصينية والاحتفاظ بسيادة القانون المتمثل في دولة واحدة ونظامها. السياسيين هناك يؤدي دورهم لتهدئة الأوضاع. نمرة 2، الداخل الصيني في المينلاند، يعني في البر الصيني، انه يؤمنوا انه لازم يقفوا وراء دولتهم في هذا التوجه. الثالث اللي هو الاكثر من 160 دوله ومؤسسه دوليه اللي ابدت رغبه في التعاون مع الصين تحت مظله الحزام والطريق، يجب ان تظهر الدعم.